السلام عليكم. قطع المنتخب الوطني الجزائري تأشيرة التأهل إلى نهائي كأس العالم للمنتخبات العربية بعد الفوز المحقق أمسية اليوم الأربعاء أمام المنتخب القطري بنتيجة 2-0، وسجل المدافع جمال بن عمري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59 من عمر المباراة بعد تحويل مسار كرة زميله بن عيادة قبل أن يعدل النتيجة المنتخب القطري في الوقت القاتل عن طريق اللاعب منتاري، وتمكن المنتخب الجزائري من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 90 عن طريق ركلة جزاء سجلها يوسف بليلي، ويضرب المنتخب الوطني موعدا للمنتخب التونسي في المباراة النهائية والمزمع إجراؤها يوم السبت بملعب البيت.